شد ايدك فوق يا ولد، شايفك، انا شايفك. شرفت يا اخويا. بتبص لهم كده ليه؟ مش عاجبك منظرهم؟ لا ابدا يا بابا. ومالك بتقولها من تحت درسك كده ليه؟ ايه دي؟ انت مخنوق مني ولا حاجه؟ ولا قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ رد عليا يا ياض، قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ بص في وشي ولا وشي مش عاجبك يا ياض؟ لا يا بابا استغفر الله العظيم، دي خلقت ربنا. ولما هي خلقت ربنا مش عاوز تبص لها ليه؟ اسف يا بابا. انت بتسجد كتفي، اتجننت، عاوز تخرم كتفي. دماغك اهي. انت كمان بتديني بالدماغ، ده انا هقطعك. عارف يعني ايه افطار؟ يا بابا خلاص خلاص. بعد ايه؟ اوعي اوعي امسك النضاره. حرام. اوعي اوعي. حرام. اوعي حرام. الصبح منرفز بابا، الظهر منرفز بابا، الساعه 6 الا 3 منرفز بابا. ادخل اوضتك بقى، ما تقفش قدام. ادخل ادخل. حطاري عيني بتعرف ايدك انت اخرى. انا كنت داخل، هو اللي وقفني. وقفتك ليه؟ اعمل لك كمين؟ هشوف رخصك يا اخويا. بابي بريح عليك يا ادخل يا راجل بقى. ادخل ادخل. حاضر حاضر. اتفضل يا بابا. اتفضل. شفتي بيحلف طاية ازاي؟ شفتي؟ شفتي؟ اكسرها روحها، اكسرها اكسرها يا جبان. يا رب. شفتي بيخبط كف على كف؟ ايه يعني انا راجل مجنون واقف قدامه؟ يا نهار ابيض، انت بتطردني بره البيت يا بابا؟ مين؟ حضرتك عملت ايدك كده دلوقتي ناحية الباب، يعني اطلع بره؟ انا كلمتك. حضرتك عملت كده؟ طب روح روح. حضرتك بتلويني دراعي كمان؟ انا يا ولد المجاني. طب افتح لي الباب. استنى استنى سمعني تحتك. ما قلتليش يا ميدو. ها البنات دي انا اعرفها ازاي؟ هي قالت لي هتلبس بلوزه حمراء. حمراء؟ وده لون يتلبس بالليل ولا بالنهار وحياتك؟ والعزوز ايه؟ اهي البلوزه الحمراء في هناك اهي. مش رقم تليفوني برضه 7-63-3-3-4-6؟ نمرتي. لا نمرتك يا ميدو، نمرته. لا يا عزوز انا غيرت نمرتي بس لسه ما اديتهالوش. الانكار مش هيفيدك. احنا قطعنا 4 تذاكر، يلا بينا نخش السينما. اوبا، ده انا نسيت الفلوس في البيت. دونت وري، انا معايا فلوس. وانا كمان. طب انا ثواني انزل اركن العربيه لحسن ركنها صف خامس بدل ما الونش يجي يشيلها، اصلها مش عربيتي. مفيش ونش بيعدي من هنا. يلا بسرعه عشان نلحق الفيلم. يلا بس عليك يا ميدو. يلا ما تعطلش، هتيجي يا It wasn't a date. Okay, an appointment. I keep my appointments. I have door issues. I called you. I called you at 7 o'clock. I get up early. I need more sleep. Come back in a month. Come back? What makes you think I'd come back? ايه ده، في دبان في وشك ولا ايه؟ ايه في ايه؟ انت بتبص لي كده ليه؟ هو انت مش حاسس باللي انا حاسس؟ لا خالص. يا خساره. بص بص على الفيلم. هي هي بس
That's the difference. Somebody who keeps his appointments. يا ناس اهو بدخن في السينما اهو وفي موكيت اهو هو ما حدش بيطلعني بره ليه؟ I know you're a criminal. Probably a felon. معلش معلش انا اصلي باكل بالايد دي معلش ما انا برضو ماسك الكيس بالايد دي يعني باكل بدي وماسك بدي لو عندي ايد ثالثه كنت اديتها لك لو سمحت لو سمحت في واحده عايزه تمسك ايدي بعدين معاكي يا فريده خلاص ده انت معروفه هنا بقى طب مش تقولي مش تقولي يا فريده مش تقولي انك معروفه هنا يا فريده ولا انت يعني جميله اهلي لما اخذ يا جماعه معلش قولي يا فريده ليلى خد هقول لك حاجه يا ليلى ده مش اول جهاز ميدو يفجره لنا طبيعي طبيعي بكام التلفزيون ده ب 750 جنيه ليه كام بوصه كان 14 بوصه 750 على كان 14 بوصه تبقى البوصه واقفه لا أسعاركوا غالية قوي دي أسعار حكومية وعليها ضريبة مبيعات ليه يا بيدو؟ ليه البهدلة دي يا بيدو؟ هتدفع ولا أحبسهولك وتروح تزور أنت ولادك في أبو زعبل طب بقول لك إيه؟ أنا عندي ثلاجة 14 قدم استعمال حريمي ما تاخد لك 10 قدم وسيب لي 4 نشرب منهم من أول عيال وانا بجهز عروسه يا جدعان انت عصبي ليه يا استاذ الكلام اخد وعطى اتفضل ايه ده 50 جنيه اتفضل ايه ده طلب بتقسيط بقيه المبلغ من انا ميدو اديني اماره اماره ازاي يعني وريني بطاقتك بطاقتي ايه؟ انت شايفاني علشان تشوفي بطاقتي. ما هو حضرتك اللي هتقراهالي. ابوكي جوه؟ لا بابا مش هنا. والله هتلاقيه هنا وانت مش شايفاه. بس في واحد عريس قاعد جوه. وازاي تدخليه ومفيش حد في البيت؟ طب ما هو ابوكي اخويا اللي اداله الميعاد وبعدين هو مش موجود. ليه راح فين ابوكي؟ تقريبا كده طلبوه في المعهد عندك. طلبوه في المعهد؟ يا نهار اسود ومنيل. طب كان في النضاره بتاعتي هنا. دور عليها. النضاره الاستنى التانيه. هاي خلاص 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 لقيتها طيب روح انت اعمل لنا شاي وانا هخش له من عيني ايوه كده لا 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 مستحيل الصوت ده مستحيل مستحيل معلش اصل المفصلات بتاعت الباب تلاقيها متنشنه شويه انا عارف لا 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 ارجوك 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 معلش معلش انا اسف اصل البيبان انت عارف البيبان القديمه بتاعت زمان كانت يعني عتائي شويه والباب ضرفتين زي ما انت شايف والضرفتين بيبصوا على الصاله ايه الوقعه السودا دي اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا الشاي يا ناس ليه 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 بتعلي صوتك ليه كده ليه ايوه ما هو حضرتك اصل ناهد مش جنبي لازم يعني اعلي صوتي عشان تسمعني ما تتصورش انا اعصابي تعبانه قد ايه طيب يعني تحب حضرتك اهدي لك النور شويه او اطلب لك دكتور او حاجه انا بخاف من الضلمه انا اعصابي تعبت عشان عملت 8 عمليات زرع عصب في نافوخه الله يكون في عون حضرتك يعني انا اسف معلش طيب طلبات حضرتك ايه لا 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 اهدى 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 مفيش حاجه ده الشاي اهدى بس اهدى عندي اعصاب ميرسي يا ناهد ها كنا ايه يا ناهد لا انت هتقعدي ولا ايه عيب روحي اوضك اسمه كلام لا لا معلش 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 ها يا سيدي حضرتك اخو ناهد ايوه انا اخوها طلبات حضرتك ايه بقى انا ماليش طلبات انا فنان مبدع ممثل يعني لا نقاش وعندي عدتي وفرشتي ورولتي نقاش طب يا ريت بقى نتكلم شويه على الامكانيات يعني الشقه والعفش والمهر والحاجات دي لا حضرتك ما عنديش الامكانيات دي
ما عنديش فلوس، ما عنديش الحاجات دي. مال حضرتك بقى جاي تتجوز برولتك ولا ايه؟ والله يا حضرتك موافق، خير وبركة، كسبت فنان مبدع. رافض؟ ما تفرقش معايا، مش أول مرة ترفض. يا سلام. أبجد؟ رد 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 حاضر رد بسرعة رد رد. ألو يا عزوز. رابط ما أنا في البيت. لا معلش، أصل عندنا عريس أعصابه تعبانة شوية. وطي صوتك أبوس. خلاص أوكي أوكي. انت ليك عين تيجي هنا بعد ما بوظت العربية وفجرت التلفزيون؟ اسف يا بابا، ما كانش قصدي. اسف يا قليل الادب يا كلب يا حيوان. وطي صوتك وطي صوتك. انت مالك انت؟ مين ده؟ اكيد صاحبك وفزان زيك. لا يا بابا، ده واحد ملمس خالص. ملمس يعني ايه؟ ده فظيع فظيع. احترم نفسك بدل ما ميت ايد عليك. ده اعصابه تعبانة قوي. اعصابه تعبانة على روحه يا بابا. مش علي انا. ده عريس ناهد اللي انت مديله ميعاد النهاردة. انت مش موافق، انت بره بره بره. انت موافق بره بره. انت فظيع. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه؟ انت هتقعد حاطط رجلي على رجلي قدامي؟ يا بابا انا فاكر خرجت. خرجت بتطردني من بيتي يا ولد. يا بابا انا ما قلتش كده. اسف اسف. انت بتروقني في صدري. ما هو اهو اسف دماغك اهي يا بابا. مش تضربني من دماغك. ده انا هقطع. لا لا بقى وطي صوتك بقى. ارجوك وطي صوتك. انا هوريك. خد خد. اقطع مين دلوقتي؟ يما كفايه اكل خضره بقى. مش الدكتور قال لك خف منها؟ يا اخويا ده مش عيال كسولة. يا اختي قبيله غلط. يا اختي يا بطه يا اختي. بقول لك ايه يا عزوز؟ ايه؟ شفت لك منام اسمه زي وشك. انت هتتجوز يا واد. انا هتجوز ياما؟ وهتبقى مين العروسه بقى؟ ايه رايك في نادي اختي ميدو؟ بس انا خاف اتقدم لها ويرفضوني واخسر ميدو صاحبي. ليه؟ ما انت معاك دبلومه قد الدنيا. ايوه بس ابوها طالع فيها حبتين. شوف لي انا الموضوع ده، المهم انت موافق عليها؟ طبعا موافق ياما. نهد بنت ناس وطيبه ومتربيه، وموضوع النضارات والنظر ده مقدور عليه. بس انا سامع ان جالها عريس ورفضوه. بس ياما الجواز محتاج فلوس كتير ومصاريف، وانا مش ناقص حرق الدم. مالكش دعوه، ربنا يسهل. يعني هتساعديني ياما؟ منين يا حسره ياما؟ ما المكافاه بتاعت ابويا الله يرحمه موجوده كلها، وما صرفتيش منها حاجه. عشان الاخضر زرخصتي ده معايا منهم مليم احمر. طب ما تدعيش على نفسك لربنا يستجيب منك وتخضر مني بجد، وما اعرفش اتصرف فيكي. ما تفك كيسك وطلع تحت البلاطه. ايوه ياما، بس محتاج له مساعدتك برضه. خلاص لما يوافقوا الاول. يا رب ياما يرزقك بفدانين خاص تجري فيهم وتاكلي لحد ما تشبعي. قادر يا كريم يا رب. ماما تتكلم يا واد. تتكلم انت يا ماما. ما تتكلم يا بابا. اتكلم اقول ايه؟ انا فاهم حاجه؟ في امانه عندكم وجايين ناخدها. امانه ايه؟ انت عملت ايه يا واد تاني؟ والله يا بابا ما عملت حاجه. امانه ايه يا اما؟ بس انت جاي تفك وديعه. عم صابر يعني الامانه دي تبقى ناهد، وانا جاي اخطبها ان شاء الله يعني. وانت عرفت ناهد امتى؟ انت يا عم صابر ده انا ساكن قدامكم بقالي 25 سنه، مش هعرفها ازاي؟ ما خدتش بالي منك خالص. مالكش طلة؟ والاستاذ شغال فين؟ في الكشافة؟ لا يا عمي ده انا ضابط امن. وانت ايه رايك يا ميدو في امكانياته ووضعه المادي؟ شكله طريق كلامه. والله يا بابا اللي انا عارفه ان هو راقد له على قرشين كده. والقرشين دول يستروا اختك في الجواز؟ هو حتى لو ما حصلش احنا ممكن نقلبه في القرشين دول. تقلب ايه يا ريت؟ بهزر يا بابا، بهزر والله بهزر. يلا ارجع. حاضر حاضر. عموما يا بابا احنا مش هنلاقي احسن من عزوز. مبدئيا انا ما عنديش مانع، بس ناخد راي نهدي الاول. تاني بالتدريج يا اخي. امسك نفسك بقى امسك. يا اخ عزوز. ايوه يا عم. احنا عيله ليها تقاليدها، يا ريت قبل ما تيجي تبقى تحدد ميعاد او تجيب معاك الست الوالده. ما هي ست والدتي بعتاني عشان اتكلم مع حضرتك في موضوع الزفه وكميه الطبل اللي في الفرقه وكده. الفرقه ميدو ابني هو اللي هيجيبها.
فاهم؟ فما كانش فيه داعي تتعب نفسك طالع نازل ومعطلنا جنبك. انا هقوم افتح الباب. معلش يا عم. تعالي اقعد هنا. امي. وانت خليك هنا من فضلك. ها؟ ماشي يا عم. طيب. ايه يا ناهد؟ وانا من ساعة ما جيت وانت قاعدة ورا النضارة كده، انت بتراقب ايه بس؟ ما تقلعيها كده وتوريني عينيكي على رومانسيتها كده. لعلمك انا بشوف اكتر من غير النضارة. الله، ما حدش قالك ان عينيكي حلوة قبل كده؟ يوه كتير. زي مين يعني؟ المرحومة ماما، وميدو اخويا لما يعوز يستلف مني فلوس، واحيانا بابا. طيب الحمد لله. الشاي برد قوي، ما تشرب. ايه يا متشكرة قوي يا ميدو، متشكرة، ده انت اخويا من زمان. ده مش ميدو، ده عادل. ميدو اهو. متشكرة قوي يا ميدو، متشكرة قوي يا ميدو، ده انت اخويا من زمان كده برضه. بس قصدي فرح، انت انا عنده. مش كده يا بنتي. بس يا ناهد ده المريض. طولتلي فرحي. الباظة اللي احنا راكبينها دي. ما تقولش على عربيتي باظة. ركز معايا، بص لي. لا بص بقى، بص لي. انت عايز اي حد يجرب. راح يا عم تكتب. راح. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ معلش بعد اذنك. الجزمه بتاعتي بتاع المره اللي فاتت فين؟ الجزمة بتاعت مرة فاتت خدتها مني برضه بتاعت الجزمة. مظبوط. وبعدين انت مش منظر شبشب البسه. مظبوط. هياخد البنطلون تاني. ما تلعبش في عداد عمرك. ميدو. نعم. اشوف وشك بخير. ليه رايح فين؟ مسافر؟ لا بس مش عايز اعرفك تاني. ايه؟ وايه المفاجأة في كده؟ بقولك مش عايز اعرفك يا اخي. كده عزوز؟ عايز تسيبني لوحدي؟ الساعة 12 الظهر؟ ما لو كنا 12 بالليل بقى كنت عملت ايه؟ يا عم انا هسيبك في افغانستان. سلام. عزوز؟ اوعى ميدو. كمان بتضربني بالقلم؟ ده مجنون ده ولا ايه؟ عزوز خد يلا ما تخافش. ها جبان. انت في ايه؟ هو كله زق زق كده يا جدعان؟ انا مش فاهم حاجه. طيب يعني انت مش عايز تعترف؟ ماشي، خدوا صاحبه ودوه للنمل. اما انت بقى هتعترف كويس قوي لما تنزل هنا في البيت المجني. لا خلاص، انا مش عايزك تعترف. وايه اللي انت لابسه ده؟ لابس لي بدله وبابيون. حرام حرام البلد. مش عايز اروح الحمام خلاص. حاضر يا فندم. هنا انا فين؟ انا فين؟ انت في مقر المخابرات العامه يا ميدو. المخابرات العامه؟ طب وحضرتك مين؟ انا العميد سالم متولي. عميد؟ سيادتك عميد؟
اهلا 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 يا سالم بيه. اصل انا خفت قوي، اصل هم مجرجريني من الصبح. انا الحمد لله. قول لي يا ميدو. ها يا فندم. انت بتحب مصر يا ميدو؟ مصر طبعا يا فندم، ومين ما يحبش مصر؟ مصر دي امي. طيب لو مامتك عزتك في عملية خطيرة، عملية مهمة محدش يقدر يعملها غيرك، توافق؟ يا فندم بس انا مش دكتور. اوافق يا فندم اوافق، هاتوا العيان وانا اعملها على طول لحضرتك. المهمة كبيرة وصعبة، وبعد التحريات اللازمة البلد اختارتك لتنفيذ المهمة. ومين في البلد بالتحديد يا فندم اللي اختارني؟ نفسي اشكره. مش مهم، انا مراهن عليك. لا هتكسب الرهان يا فندم. ممكن اعرف بقى ايه المهمة بالظبط حضرتك؟ هتعرفها بعد شوية تدريبات واختبارات لتجهيزك للمهمة. جاهز؟ جاهز يا فندم. اهم حاجة عندي يا ميدو ان محدش يحس بحاجة. حاضر. ابوك نفسه ما يعرفش حاجة. طبعا طبعا. التدريبات هتتم في سرية كاملة، هتروح كل يوم بعد التدريبات وتجيلي هنا.